الأنهار وبحار وعيون جد ورهاجار طارت كالطير إلى أعلى تعبت من طول الأسفار هي من أنهار وبحار وعيون جد ورهاجار طارت كالطير إلى أعلى تعبت من طول الأسفار طالبة آفاق عواد بكر من مدرسة شهداء المغازي الثانوية باء بالصف العاشر نشكر مؤسسة UK إسلامك فيشن على تقديمنا محطة تحلية المياه في المدرسة عشان يوفروا لنا مياه وتوزيعهم علينا جالونات مي عشان نستخدمها في توفير مي حلوة وشكرا لكم كثير. أنا الطالبة عائشة أحمد أبو خليل من مدرسة شهداء المغازي أتقدم بجزيل الشكر لمؤسسة UK إسلامك ميشن لقيامها بمشروع تحلية مياه الشرب وتوزيع جالونات مياه للطالبات. أنا الطالب أباد رفعت مصلح أتقدم بالشكر نيابة عني وعن طلاب المدرسة لUK إسلامك ميشن على المشروع اللي عملوه في مدرستنا. بدنا نشكر مؤسسة UK إسلامك ميشن على مشروع إنشاء محطة تحلية المياه في مدرسة النور والأمل للمكفوفين التي ستقوم بتوفير مياه حلوة عذبة للطلاب المكفوفين أثناء تواجدهم في المدرسة. Thank you UK Islamic Mission. Thank you UK Islamic Mission.